دكتورة نادية عمارة. دكتورة نادية عمارة ولسنوات طويلة جدا بتتواصل مع الناس عبر الشاشة، يمكن بتختلف القناة إنما نادية عمارة لا تختلف. دكتورة نادية عمارة ممكن نوصف أدائها بأنه أداء رصين، بأنه أداء متمكن، بأنه أداء هادئ، بأنه أداء متعقل. عندها حسن الطرح وحسن الرد، في كتير من الأحيان لا تخجل أبدا إن هي تقول المسألة دي لن أرد عليها أو فيها. أداء رزين، مظهر لائق جدا، واحدة من الوجوه المشرفة جدا في البرامج الدينية دكتورة نادية عمارة. دكتورة نادية عمارة بقالها في الشغلانة دي أكتر من 20 سنة، لأول مرة تغيب عن الشاشة أو تنقطع عن عملها لمدة 2 أسبوع تقريبا. يمكن دي فترة وجيزة بالنسبة لأي حد تاني، إنما اللي يعرفه دكتورة نادية عمارة واللي متابعينها عارفين إن هي عمرها ما انقطعت عن عملها لأي سبب من الأسباب. يعني الدنيا دايما فيها ظروف، إنما كده فجأة دون إنذار الناس قلقت عليها وانتظرتها حتى عادت. مرحبا بحضراتكم من جديد، ومرحبا بكل السادة المشاهدين، كل عام وحضراتكم بألف خير. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، والله سبحانه وتعالى يقول أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا كان للفقهاء اجتهاد في هذه المسألة، إذا شئت تقلدي من قال بجواز ذلك لا مانع. حقوق العباد بتقوم على أساس الإبراء أو الأداء. النهاردة اليوم المخصص للرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم. أول سؤال جاء على صفحتنا من الأسئلة اللي جت على الصفحة، تسأل بتقول أنا الحمد لله بصلي الفجر حاضر. يا سيدتي الفاضلة، الترويح عن النفس دي حاجة فطرية إنسانية. بتقول أنا دلوقتي حاسة بالذنب قوي، ومن وأيضا كمان من لقاء الله سبحانه وتعالى، أعمل إيه مع العلم إني ما أقدرش أصرحه لأنه صعب جدا. إنما جاءت الشريعة الغراء لتنظم الفطرة لا لتقضي على الفطرة. إن أنا أروح لزوجي كده أقول له أنت سامحني في أي تقصير في حقك أنا عملته. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن المؤمن يجب عليه أن ينصر أخاه المؤمن إذا كان مظلوما. يا دكتورة نادية اتفضلي. الجميلة دكتورة نادية عمارة اتفضلي. اهلا بحضرتك دكتورة نادية عمارة. اهلا 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 دكتورة نادية عمارة. اهلا بك يا استاذة منى. كنت بتكلم عنك وعن أدائك عبر سنوات طويلة جدا. صعب أن الواحد يختصر عمل مخلص لسنوات في بعض الجمل، بس لو لخصناه في كلمتين: وجه بشوش وعقل راجح يطل على المشاهدين يضيف لهم الكثير. أشكرك وأتمنى يعني اللهم حقق في ما تقولين، ويغفر لي ما لا تعلمين، ويجعلني خيرا مما تظنين يا رب، اللهم أمين. دكتورة نادية عمارة، فجأة حصل انقطاع عن العمل، وده ما حصلش طول أكتر من 20 سنة. دي حقيقة. يعني هو أنا بالنسبة لي المشاهدين والالتقاء بيهم على الهوى ده، يعني تقدري تقولي ده مثابة روحي، فأنا لما بغيب عنهم دي مشكلة. يعني أنا حتى كتير ببقى أكون مجهدة، من لأني طبعا البحث العلمي والكتابة والقراءة وأنا كل شيء بعمله بإيدي، فأحيانا بتيجي علي لحظات بكون تعبانة ومجهدة محتاجة أني أرتاح، يعني ما برضاش عشان ببقى عايزة أشوف الناس وأني أتواصل معهم. لكن بقالي كان سنة كده كل شوية جيني دوار، وبعدين في مرة من المرات تعبت وزي أغمى عليا في المكتب، وبعدين طلعوا بيا طوارئ، وبعد كده أبقى كويسة خلاص أرجع تاني يقولوا لا ده ممكن مخ وأعصاب، ممكن أنف وأذن، ده يشيك وده يشيك، لكن ويدوا علاجات ونمشي فترة على يعني اللي بينصح بيه الأطباء. يعني السنة الأخيرة دي كنت أنا مش مظبوط، يعني كل شوية بغيب، وده مش عادة عندي، لأن أنا حتى لو إيه عندي بنزل.
فجيت بقى في الفترة الأخيرة دي جاتني كذا حاجة ورا بعض، وختمت بقى أن أنا خدوني على الطوارئ تاني. أنا فاهمة هيظبطوا بقى الدنيا وأرجع زي كل مرة. بقالي واضح أنك متعودة. لا لا، تروحي تتظبطي وترجعي على شغل. السنة الأخيرة دي كل شوية أروح الطوارئ من غير ما حد يحس. الله يسلم حضرتك. وبعدين بقى قالوا بس محتاجين يعني نحجز حضرتك 48 ساعة بس نطمن. 48 ساعة بقى 10 أيام في المستشفى. وبقى لاني كنت داخله بكذا عرض، يعني درجه حراره مرتفعه، ضربات قلب سريعه جدا، وجع في بطني، كان اعراض تانية كتيره مصاحبه، وعدم اتزان شديد جدا، في تعب كان يعني زاد عن الحد الطبيعي اللي كنت بمر بيه. فالدكتور محمد علاء ربنا يبارك فيه قال لي دكتور نادي انا هتعامل معاكي انك فايلات، كل فايل نخلصه نقفله، لان واضح انك حوشتي كتير قوي. الهارد ديسك اتملى. اتملى على الاخر صحيح. ودخلنا في قولون عصبي وكذا حاجه مع بعضها، يعني كذا حاجه. انا مش عايزه ارهق بس يعني خلينا نقول يعني تراكمات لمجموعه مختلفه من الاوجاع، مش حاجه واحده. وطبعا هو اول حاجه قالها لي وانا في غرفه المناظير بقول له انا اول ما فتحت فيه ايه، فيقول لي بس هو في انك ترتاحي شويه. دي الكلمه اللي الف لا باس عليك. الله يا دكتور نادية، الله ان شاء الله كل الامور يعني تقول بخير وصحه يا رب. اللهم امين. لكن بطمن الناس، وبرده عشان انت عارفه على السوشيال ميديا يعني فزعوا الناس كتير الحقيقه. معلش هو غصب عني في اول كام يوم كنت انا مش موجوده خالص، لكن بعد ما فقت وكده بدات تنزل اخبار لتطمين الناس، والحمد لله انا كويسه الحمد لله رب العالمين على كل حال. يا رب وكويسه بيكوا يعني. شفتك النهارده والله.